السلام عليكم. ناس سألتني كتير عن الحل في مشكلة الصدى اللي بيقابلنا ده في الفرن الكهرباء. زي ما احنا شايفين ده صدى جامد، مع الوقت الجزء ده هيتاكل، جزء الحديد ده هيتاكل وهيبقى فاضي، وطبعا السخونة والحرارة هتطلع على بره ويحصل مشكلة في الجهاز. فلازم نحل المشكلة دي. اول حاجة ان احنا نقدر نعملها لو عايز تحل المشكلة دي، اول حاجة بتجيب بلاستر وبتقفل الجزء ده، علشان بتحط البلاستر ورقي على الجزء ده ومن فوق وعلى اللمبة، ولو عندك فتحة تهوية بتحط عليها برضو علشان ما يدخلش جوه. وبتجيب اسبراي توكو فرن، ده بيكون عند الموان بتاع الحدايد والبويات، وبتبدأ بعد ما تصنفر صنفرة ناعمة، بتجيب جزء صنفرة ناعمة وتشيل الحتة اللي فيها الصدى وتنضفه كويس، وبعدين بترش الاسبراي هيرجع معاك جديد. طبعا الاسبراي ما ينفعش يجي على الاجزاء دي ولا على اللمبة علشان يشيل، وما ينفعش نرش على طول، لازم نصنفر بصنفرة ناعمة، وبالطريقة دي هتقدر نحافظ عليه. طيب هل هيعمل ريحة؟ لا مش هيعمل ريحة، احنا بتبقى طبقة بسيطة زي اللي موجودة، مش هيعمل ريحة ونقدر نحافظ عليه ومش هتستهلك الجزء ده. ولو حصل فيها بعد سنة او اي حاجة ان هي حصلت فيها صدى، هنرجع نصنفر تاني ونعملها علشان تقدر تحافظ على الساق ده بدل ما تغيره بالكامل، لان طبعا بيكون السعر غالي وقطع الغيار دي متبقاش موجودة لو باظت، ومش هينفع تركب ساق عليها، هتبقى شكلها مش كويس ومش هتدي نفس الجزء. فبتصنفر كويس وانبوبة اسبراي وتبدأ تدي الاجزاء دي كلها بالكامل.